السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله بنقدم محاضرة عن التغيرات في نمط الحياة خلال فترة الجاية ومستقبلا بإذن الله. أنا معكم الدكتور عبد الله العريفي، طبيب ومحاضر في الصحة العامة. بإذن الله نوفق في تقديم هذه المادة ويضمن سلسلة من المحاضرات المقدمة من الجامعة السعودية الإلكترونية. موضوع بإذن الله يعني يلمس حاجات المجتمع، ورعينا شوي نبعد عن الجانب الطبي البحث ونبحث عن مواضيع تهم صحة المجتمع والصحة العقلية وممارساتنا للحياة في الوضع الراهن. طبعا أشكر حضور الجميع، وكذلك أشكر الجامعة الإلكترونية أنها أتاحت لي هذه الفرصة لتقديم المحاضرة. بداية قبل الذهاب إلى اللايف ستايل أو نمط الحياة، حنتكلم عن الصحة وتعريفها، لأن جزء مهم من هذه المحاضرة وهي حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، لا مجرد انعدام المرض أو العجز، وهذا حسب تعريف منظمة الصحة العالمية. كثير منا يعتقد أن الصحة هو أنه خلوك من المرض أو العجز، أنت الآن إنسان صحيح، إنسان في صحتك، بينما الحقيقة أن البدن ليس فقط هو الصحة، البدن مهم، لكن أيضا الصحة العقلية والاجتماعية جدا مهمة، وكثير منا يهملها، أو حتى يعني عدد من الجهات تهمل هذا الجانب من الصحة العقلية والاجتماعية، وهي تؤثر حتى على البدن. الصحة العقلية والاجتماعية جزء أساسي ويجب الاهتمام فيه، وخصوصا الآن مع المؤثرات حولنا ودخول التكنولوجيا، ويعني العالم أصبح مختلف تماما عن الماضي. الصحة العقلية أصبح موضوع مهم وكثرت فيه الأبحاث، وأصبح يعني موضوع يضايق عدد من الناس بشكل كبير، ويؤثر على حياتهم، وارتفاع معدلات الانتحار، ارتفاع معدلات يعني الإدمان، ارتفاع معدلات أخرى، كل هذا لعدم الاهتمام بالجانب العقلي والاجتماعي والتركيز بشكل كبير على الجانب البدني، في حين اليوم نحاول نغطي هذا الجانب العقلي والاجتماعي المهم لتأثير المهم أيضا على الجانب البدني. إذن الصحة تتحكم بها عدة أشياء، من ضمنها حاجة نسميها إحنا المحددات الاجتماعية للصحة. المحددات الاجتماعية للصحة، واحد يعني هذا النموذج يفترض أنه كل إنسان يعني ممكن يصور يحطه عنده يشوفه بشكل دائم، راح يكتشف أنه حياته أشياء ما لا دخل فيها، نسميها عوامل غير قابلة للتعديل أو للتغيير، وفي عوامل يستطيع الفرد تعديلها، وفي عوامل متعلقة بالمؤسسات وما يحيط بنا، وأشياء متعلقة بالجو لا يمكن أيضا التعديل عليها، ومتعلقة بالعالم كامل. إذا ما يحدد حياتنا وصحتنا عوامل كثيرة، ليس ما نعتقد أن الصحة اهتمامك بنفسك فقط في وقت محدد وانتهى. لو جينا للعوامل من اللوب زي ما نسميه إحنا، العوامل التي لا نستطيع التغيير فيها، مثلا جنسك الذكر أو أنثى، الجميع يعلم أن الذكر يصاب بعدد من الأمراض، وكذلك الأنثى تصاب بعدد من الأمراض مختلفة عن الآخر، لا نستطيع تعديل هذا الشيء. وأيضا العمر، العمر يمشي أو يمضي، فالأمراض التي تصيب الشخص في عمر 10 ليست كالأمراض التي تصيب الشخص في عمر 40 أو 60 أو 80، هذا لا نستطيع تعديل العمر. وكذلك ما يعني نأخذه من أبناء أجدادنا من أمراض أو حالات أو جينات وراثية لا نستطيع تعديل عليها، هذه اتفقنا ولا نستطيع أن نحددها أو نغيرها. لكن هناك عوامل تتعلق بالفرد، وهو ما نسميه اللايف ستايل هابيتس، يعني عاداتنا أو أنماط الحياة التي نستخدمها إحنا. الطعام
ما الغذاء اللي ناكله نستطيع التحكم فيه، وهو يؤثر بشكل كبير على صحتنا. النوم، النوم مثل 4 ساعات ما هو مثل النوم 8 ساعات، وأيضا ما هو مثل النوم 16 ساعة، كل واحد له أثر مختلف. التمارين، الرياضة، العلاقات المجتمعية، الإدمان أو الكحول أو غيره أو التدخين، كل هذه عادات تؤثر على حياتنا، وهذه متعلقة بصحة الفرد واهتمامه، وهي عادات سلوكية تؤثر بشكل مباشر على حياتنا. هنالك عوامل أخرى تؤثر بشكل مباشر وليست في يدنا في كثير من الأحيان، مثلا العمل، كونك تعمل أو لا تعمل، متعلم غير متعلم، التأمين، الثقافة، الرعاية الصحية، هذه أيضا لها دور، لكن ما هي محور حديثنا اليوم لأنها متعلقة يعني تختلف من دولة إلى دولة. وهناك عوامل عالمية، مثلا الطقس، الطقس لا يمكن تحديده، وعوامل تكون خارج عن إرادتنا وهي تكون عوامل كونية يعني قد يعني تصيب بشكل أو بآخر. إذن موضوعنا اليوم وهو أحد أهم العوامل اللي هو اللايف ستايل اللي نسميه أنماط الحياة أو أنماط الحياة، وهو أحد المواضيع التي تؤثر وهي جزء من صحة الفرد، يعني إن لم تهتم فيها ما راح أحد يهتم فيها، لذلك كان التركيز عليها بشكل كبير في محاضرة اليوم. طيب ما هو نمط الحياة؟ حسب معجم المعاني الجامع ذكر أنه طريقة العيش وخصائصها التي يعتمدها الإنسان في بيته ومجتمعه وعمله. وكثير منا الآن أصبح المصطلح حتى باللغة الإنجليزية دارج وهو اللايف ستايل، لكن بنفصل فيه. بما أنه موضوعنا لهذا اليوم عن نمط الحياة ودور فيروس كورونا، حبيت أنه أتكلم عن فيروس كورونا بشكل مختصر جداً، أشبع طرحاً، لكن أربطه بموضوع نمط الحياة، وأيضاً لمنع الشائعات ووضع النقاط على حروف زي ما يقولون. أول فيروس كورونا في الإنسان هو هذا النوع اللي هو كوفيد 19 أو فيروس كورونا المستجد، هو النوع السابع الذي يصيب الإنسان. فيروس كورونا موجود في الحيوانات بالمئات، فيروس كورونا حسب يعني عدد من المصادر، الذي انتقل منها للإنسان 7 آخرها الكوفيد 19. إذن فيروس كورونا ليس بالجديد، لكن هي عائلة ولديها أبناء، وهذا الابن الأخير أو الابن السابع هو كوفيد 19. يختلفون بشكل أو بآخر عن بعض، لكنهم يتفقون في الشكل اللي هو شكل الكراون أو شكل التاجي، أو لذلك يسمى بالفيروس التاجي. طيب هل هذه المتبقي المئات اللي موجودة في الحيوانات ممكن تنتقل للإنسان؟ نعم، زي ما هذه 7 كانت موجودة في الحيوان لم تنتقل، لكنها حدث لها طفرات وانتقلت إلى الإنسان. إذن موضوع انتقال الفيروس من الحيوان للإنسان معلوم لدى العاملين في مجال الصحة وليس بشيء جديد ومتنبأ، وكل سنة يوجد عدد من الفيروسات تنتقل من الحيوان للإنسان لم يسبق لها الانتقال سابقا، وهذا ناتج طبعا عن العوامل البيئية والتصاقنا مع الحيوانات وقربنا من الحيوانات البرية، وأيضا استيلائنا على مساحات شاسعة من المناطق الزراعية ودخولنا في عالم الذي يسمونه يعني عالم الحيوان واقترابنا منه، وأيضا ممارسات السيئة السلوكية من الإنسان. إذن هل ممكن يكون عندنا فيروس كورونا 8؟ ممكن. 9، 10؟ هل ممكن يسبون أوبئة في المستقبل؟ نعم ممكن، فليس مؤامرة أو غيره، وهذا متوقع سابقا. لذلك لما تكلم مثلا بيل جيتس أو تكلم قبل كثير أو تجدون في الكتب أن هنالك فيروس راح يصيب الإنسان، هذا طبيعي جدا، طبيعي جدا وجود، لأن الفيروسات موجودة بكثرة في عدد من الحيوانات وقد تصيب قليل الإنسان. الخفافيش، وما نسمع الخفافيش
يوجد في الخفاش حسب ما يذكر أنه أكثر من 50 فيروس وهو حامل لها. فانتقال الفيروس من الحيوانات للإنسان هذا متوقع، لكن طريقة الانتقال ومتى وكيف هنا دائما تكون الأسئلة، ومتى يعني حتى يتغير نمطه وينتقل الإنسان. إذن هذه حل شائعة معينة اللي هي نظام المؤامرات، لكن نستذكر عندنا الآن السبعة هذه اللي هي موجودة في الإنسان. عندنا الأربعة الأولى المذكورة أمامكم، هذه الأربعة الفيروسز موجودة، وربما يعني عدد كبير من اللي موجودين هنا أصيب فيها، وهي أعراضها أعراض البرد، يعني زكام العادي اللي احنا نسميه أعراض البرد البسيطة. لذلك لم يكون هناك أي اهتمام فيها بشكل كبير لأنها ليست أمراض قاتلة. متى بدأ الاهتمام بكورونا؟ عندما أتى سارس الذي حدث في الصين عام 2003، وكثير منكم يعني يذكر السارس وما أحدث في الصين. وهذا الفيروس على الرغم من حدته وأنه يقتل 10% من المصابين فيه، إلا أنه بحمد الله اختفى، يعني غير موجود، وذلك لأنه حدث له طفرة معينة أدت إلى اختفاء. الفيروس الذي حدث في السعودية ميرس، متلازمة الشرق الأوسط، حدثت في عام 2012، وهو أحد أنواع فيروسات كورونا على الإطلاق من ناحية الحدة، من ناحية مدى قتله للناس. فهو في بداياته كان يقتل 60% وانخفضت النسبة إلى 34% تقريبا، وما زال موجود إلى الوقت الحالي، يعني من 2012 إلى الآن، لكنه تحت السيطرة. لكن هذا لا يمنع أنه قد يكون يوم من الأيام أنه يزيد انتشاره، لكنه ما زال لحد الآن تحت السيطرة. في فيروس السابع وهو ما يحدث الآن نسميه كوفيد 19. الكوفيد 19 هو حدث في الصين طبعا في عام 2019 حسب المصادر. هذا الفيروس صحيح أن حدته يعني 2% 3%، يعني يقتل 2% تقريبا إلى 3% من المصابين فيه، لكنه يعني 5% يضعهم في العناية المركزة وتظهر عليهم يعني مضاعفاتهم في المستقبل، وكذلك يصاب 20% من المصابين ينومون في المستشفى، وعدد كبير 80% تظهر بين أعراض خفيفة، وأحيانا لا يظهر عليهم أي حرارة أو أي كحة أو أي عرق. بالنسبة للي ما يظهر عندهم الصوت، يعني ممكن تبلغوهم اللي يعرفوا أنه بخصوص الصوت أنه لازم يطلع ويدخل يسمح للمايك على أساس يسمع الصوت. إذن ممكن نكتبها هنا أو دكتورة شما تكتبيها في الشات العام أنه من يظهر عدم صوت، عدم وجود صوت، أنه يطلع ويدخل يسمح للصوت، يعني يسمح للمايكروفون. إذن عرفنا أن هذا النوع هو النوع السابع، كوفيد 19 هو النوع السابع ويصيب الإنسان ويقتل 1-2% و5% ينومون في العناية المركزة من المصابين غالبا، وعندنا 15% ينومون في المستشفى. وأيضا بذكر نقطة هنا ما أبغى أطول فيه، لكن بشكل سريع، لما يجي أحد يقول 80% هذا معناه أنه إشارة جيدا وما في مصابين، 80% إما حرارة أو حتى عدم وجود أعراض. هذه نعمة ونقمة في نفس الوقت، يعني هذا الشيء نعمة وجوده وهذا الشيء نقمة في نفس الوقت. في علم الأوبئة، وما أني مختص بهذا الشيء، يشكل إشكالية من ناحية أن هؤلاء الناس الحاملين ما نعرف عنهم، يبدون ينقلون المرض، بينما لو كل من أصيب بالمرض بانت عليه الأعراض لتم السيطرة على المرض تقريبا، ربما استطاع العالم السيطرة على المرض. لكن هذه النعمة اللي احنا نشوفها الآن هي في نفس الوقت
فيها إشكالية إنه إحنا عندنا إيش؟ إنه هذا الشخص الصامت يمشي وينتقل وينقل المرض للناس. طيب هل يوجد لقاح؟ هل يوجد علاج؟ ولذلك ركزت على هذه السبعة وحضرتها في محاضرة اليوم. جميع أنواع، جميع عائلة فيروس كورونا في الإنسان، هذه السبعة جميعها لا يوجد لديها، لا يوجد لها لقاح تماما. ما في لقاح لأي نوع من أنواع كورونا في الإنسان، الرغم من وجوده يعني قبل عشرات السنوات. كذلك لا يوجد علاج لجميع الأنواع السبعة هذه. وهذا يجعل مهمة صنع لقاح أو علاج أصعب. يعني لو كان واحد منهم وجدوا له لقاح أو علاج ممكن تسهل المهمة، لكن وجود لقاح أو علاج يجعل من المهمة صعبة جدا، لأن العائلة كلها لم، يعني خلال السنوات الماضية لم يكن هناك أي علاج أو لقاح. طيب نسمع الآن في لقاحات الموجود الآن، تقريبا في 8 لقاحات موجودة يجرى عليها دراسات، لكن معلومة مهمة بعطيكم إياها على أساس ننتقل لمحور ثاني. على أساس يتم، لكي يتم صنع أو لكي يتم صنع علاج أو لقاح يحتاج إلى 3 سنوات. يحتاج أي علاج أو لقاح للصنع 3 سنوات، لكن تم تسريع عملية، تم تسريع هذه العملية من عدد من الدول باتفاق مع منظمة الصحة العالمية إلى 1.5 سنة، يعني نص هذه الفترة، لأن عندنا حدث طارئ، وباء عالمي. طيب متى بدأت اللقاحات في يعني اللقاحات التجريبية؟ بدأت تقريبا بين فبراير ومارس يعني 2020. بما يعني لو افترضنا أنه عندنا لقاح ممتاز جدا في طور التجارب حتى يكون متاح تقريبا في نهاية 2021، هذا أقرب شيء موجود، إلا أن كتب ربي شيء آخر. طبعا أنا بتكلم عن المنهج العلمي الصحي الطبي، هذا المعروف لدينا في نهاية 2021 هو اللي يفترض. إذا حدث أي تسريع هذا طبعا يعتبر مخالف للعلم، ممكن يتم تسريع العملية حيث ينتج في 6 شهور 9 شهور. طبعا لماذا يجلس كل هذه الفترة؟ لأن الطور الأول يتم معرفة فيه مأمونية اللقاح أو العلاج، هل هو آمن ولا لا. بعد كذا نعرف هل العلاج أو اللقاح فعال أو غير فعال في الطور الثاني، مع بالإضافة إلى استمرار مشاهدة المأمونية. وأيضا في الطور الثالث وهو يصل إلى تقريبا 1000 متبرع، نرى فيه التأثيرات الجانبية بالإضافة إلى فعالية العلاج ومأمونيته. فهذه 3 أطوار جدا مهمة، لن نرى شيء غالبا إلا بعد أو في نهاية 21 حسب العلم. إذا تم تسريع أي لقاح راح يكون هناك إشاعات، راح يكون هناك كلام كثير، كيف صنعوه، كيف بدأوا فيه، لم يمر بالمراحل، لكن المراحل هذه هي الواجب. إذن لذلك أنا ذكرت هذه المراحل حتى لا تتابع أخبار العلاجات واللقاحات في الوقت الحالي، لأن لا يوجد شيء قريب، حتى أن وجد راح يطلع في كلام كثير. ليش؟ لازم تتكيف، لازم تتكيف مع الواقع اللي إحنا فيه، لازم تقتنع أنه هذا وباء عالمي خطير وقاتل ويؤذي الناس، ينتقل بين الناس بشكل كبير، ولا أحد يريد أن يفقد أحد من أحبائه أو أقاربه. فلذلك مهم جدا أن نغير سلوكنا ولا نتابع يعني الأخبار تتعلق بالعلاج أو اللقاح، أو لأن التعلق بشيء يعني نسبة وجوده ضعيفة جدا هو وهم من وجهة نظر. فالأفضل أن نتكيف مع الواقع اللي احنا فيه الآن. طيب
التغيرات اللي حدثت في نمط الحياة خلال فترة الجائحة، إيش صار في العالم، إيش صار في الدنيا؟ طبعاً البقاء في المنزل، أصبحنا نبقى في المنزل بشكل كبير، العمل عن بعد، التسوق أصبح إلكتروني أكثر من التسوق بالذهاب والخروج، قللنا الخروج إلى فقط للضرورة، تجنبنا المقاهي والمطاعم والأكل من الخارج، واعتمدنا على الأكل الداخلي لمأمونية الأطعمة. أصبح عادة عندنا لبس الكمامات والقفازات، التباعد الاجتماعي، أصبحنا في السير أو في الطابور نترك مسافة، نحاول ما نقرب، نبتعد عن السلام باليد، الغسل اليدين، وهذه عادة أصبحت عند دخول البيت قبل خروج من البيت، تجنب التجمعات وتجنب السفر والغذاء والرياضة. طبعا الغذاء والرياضة هناك من زاد أكله وهناك من نقص أكله، فيعتمد على هم، في ناس إذا جهم زاد أكله وفي ناس تجهم قل أكله. والرياضة هناك من يعني لا يعترف بالرياضة إلا لازم يكون في نادي، وهناك لا، اعتمد الرياضة في المنزل وأصبح منتج أو نشيط يعني. طبعا أنا بفصل فيها بعد قليل، لكن هذه حدثت وهي التغيرات التي حدثت في نمط حياتنا، وهي تغيرات كبرى يعني تعتبر. هذه دراسة أجريت عن طريق ستاتيستا يعني على 3 دول، ألمانيا، بريطانيا، والولايات المتحدة. وجدوا يعني أجريت على تقريبا ما يقارب 3000 شخص، بين 2600 إلى 3000 شخص. وجدوا أنه في ألمانيا أنه زاد البقاء في المنزل بنسبة 76%، وفي بريطانيا 84%، وكذلك في أمريكا. التباعد الاجتماعي من 60 إلى 80%. غسل اليدين، طبعا غسل اليدين يمكن احنا عندنا بشكل اكبر من الدول الغربيه. الى انه النهايه انا ابغى اخر سطر، I haven't made any changes to my lifestyle، انا ما غيرت اي شيء في نمط حياتي. كم نسبه الناس اللي ما غيرت شيء في نمط حياتها؟ في المانيا فقط 3%، في بريطانيا 2%، وفي امريكا 2% فقط هم اللي ما غيروا اي شيء في نمط حياتهم خلال فترة الجائحة. راح نترك الأسئلة في نهاية المحاضرة طبعا إن شاء الله. لو رأينا معناه أنه 98% 97% من الناس غيرت نمط حياتها بشكل كامل. طيب التغيرات في حياتنا أنا وضعتها وقسمتها على نوعين، في مستقبل قريب وهو في ظل عدم وجود لقاح أو علاج، وفي مستقبل بعيد لا يعني بإذن الله إذا الله كتب وجد علاج أو لقاح. الآن نحن في التغيرات في نمط الحياة في المستقبل القريب في ظل عدم وجود لقاح أو علاج. أول بالنسبة حبيت أني أشارك بعض الأخبار الصحفية لبعض الدول. مثلا في اليابان، اليابانيون يتجهون لتغيير نمط حياتهم حتى ما بعد كورونا. يعني هذا يعني أن نمط أو أنماط حياتنا راح تختلف بعد كورونا، أي زي ما نسمع ما قبل كورونا ليس كما بعد كورونا. برلين تحث مواطنيها على التعايش مع نمط الحياة الجديد، يعني في ألمانيا يطلبون من المواطنين التعايش مع النمط الجديد للحياة. وكذلك عندنا في السعودية أنا أحث الناس التعامل مع هذا النمط وراح نذهب له، لكن أنا أحببت أن يدخل هذا النموذج. البعض ربما يقول يعني يعتقد أن هذا النموذج ما له دخل فيه، لا، لكنه مهم جدا وتعمدت إحضاره لأنه واقع مشاهد في حياتنا. وهم راح الحزن 5 وما يسمى نموذج كوبلروس. كثير منا عند بداية كورونا أنكر، وهو يبدأ طبعا بالإنكار. عند وجود أي مصيبة دائما وفاء أو عند وجود أي حادث حزين يجي إنسان دائم ينكر في البداية، لكن في الوضع الحالي نتكلم على الوباء، فوجدنا العالم في البداية تنكر هذا المرض، لا سيتم السيطرة على، لن يصيبنا، لا إحنا كذا، إحنا محميه، إحنا بعيدين، إحنا كذا،
لا يمكن انه يعزلون الناس، لا يمكن انه نبقى مقفل، لا يمكن انه نبقى مستحيل. عندما تمت الاجراءات بعد كذا بدا نوع من الغضب، وتمثل الغضب في عاده سيئه وهي يعني سمي الصخ او الاساءه للدول او اساءه للناس، يعني ايا كان جنسهم او عرقهم، فبدات حاله من الغضب. فنرى اعتقادات كثيرة أو نرى كثير من الناس يبدأ يشتم يسب يلوم يتهم، ثم بعد كذا نبدأ في المساومة. ونقصد هنا المساومة في مرحلة الوباء أنه فقط لو يسمحوا لنا فترات معينة نطلع، يسمحوا لنا نزور، يسمحوا لنا كذا، بدأ الإنسان خلاص زي ما يقول يعني غضب، والآن بدأ في مرحلة أنه لو. ثم بعد كذا حتى مع بعد ما فتحوا الموضوع يعني جزئيا، في عدد من الناس بدأ يدخل في مرحلة الاكتئاب لأنه لم يشعر أن الحياة عادت كما يعني كانت سابقا. ف يعني عدد من الناس نجده يعني في مرحلة اكتئاب وضيقة، ويعني يقول لك لا تلومني أنا، قفل عين علينا، أنا وضعي سيء، نفسيتي تعبانة. وهناك ناس تقبلت الموضوع، وهو هذا اللي نسعى له احنا. الشخص الناجح هو اللي لازم يتقبل اي مصيبه في حياته، سواء كانت صغيره او مصيبه كبيره، مثل يعني زي ما نقول بانديميك او كورونا او كوفيد 19. لانك انت لما تتقبل هذا الوضع اللي انت فيه فانت راح تتعايش معه، انت راح تتكيف. إذا كنت في هذه المراحل الأربعة صعب أنك تتكيف ولن تستفيد أي شيء في حياتك. لازم تذهب للنمط الأخير وهو أو المرحلة الأخيرة وهو القبول. الشخص السعيد والشخص الذكي هو اللي لم يعني يغضب، على طول ذهب إلى مرحلة القبول وتعايش مع الوضع. والقبول هنا لا يعني فقط أنه كلمة قبول، القبول هو جزء أصلا من إيمانك أنت كشخص. لأن القبول هنا يعني الإيمان بالقدر خيره وشره. إحنا دائما يعني في الفترة الأخيرة خصوصا ركزنا على إنه دائما على الخير، لما يجي خير يقول الحمد لله فرجت هذا لأن نيتي صافية، لكن لما يجي شر صار بعد في الناس يعني يقل إيمانها بشكل كبير. لكن أي شر يصيبنا هذا يعني الإنسان لازم يؤمن فيه، لازم يتقبل، فهو اختبار أيضا. يعني لندع الموضوع يكون اختبار لإيماننا، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره. فمتى ما آمنت فهذا معناه أنك أنت وصلت مرحلة القبول، وهي المرحلة الخامسة وهي نهاية الحزن، أنك وافقت على ما يحدث في حياتك. وإذا آمنت طبعا تنتقل إلى مرحلة التطبيع مع الوباء. إيش يعني تطبيع حياتنا مع الوباء؟ يعني التعايش مع الفيروس كحقيقة وواقع داخل المجتمع، وتكييف نمط حياتنا ما يتناسب مع ذلك. التفكير انه بيجي علاج بيجي لقاح بيفتحون بيقفلون الساعة الفلانية بحمل تطبيق بطلع بجيب، كل هذه اشغال في غير محله، تفكير على الفاضي زي ما يقولون. الفيروس مطول، يعني انا اعطيكم اياه من الاخر زي ما يقول كلمة أسبوعين أسبوعين، بس نصبر أسبوعين؟ لا، أصبر لين ربي يفرجها، ما هو أسبوعين. أعمل وكيف نفسك مع الواقع، ما أنت مغير الواقع، هذا حقيقة وهذا وباء وهذا ابتلاء. لازم تتعايش مع الفيروس كحقيقة وواقع داخل المجتمع، وتكيف نمط حياتك بما يتبع ذلك. لأن إذا كيفنا هذا الشيء هذا راح يأثر بشكل كبير على الصحة العقلية والنفسية عندك، راح تتحسن صحتك النفسية والعقلية، راح تكون أفكارك إيجابية، راح تبدأ تنتج، راح تبدأ تفكر بشكل منطقي، ترتب وقتك، تبدأ تستفيد من التكنولوجيا الموجودة عندك، يعني بما فيها الحضور لهذه المحاضرة ممكن واحد إنسان يبدأ يفكر إنه إيش في أشياء ممكن أحضرها وأستفيد من وقتي اللي أنا موجود فيه.
وراح نجي بعد شوي يعني راح أركز في هذه النقطة لأنها جدا مهمة، الصحة العقلية والنفسية. والسعي بشكل كبير لتجنب القلق والهم والحزن. حسب جميع الدراسات الموجودة بالنسبة يعني أو معظم الدراسات اللي أعرفها عن القلق والهم والحزن، أنه في حال أنك أنت إنسان قلق تقل مناعتك، وفي حال أنك إنسان مؤمن تزيد مناعتك، وهذا مثبت علميا يعني أنه المناعة تزيد عند الإنسان المؤمن. وحتى هناك دراسات حتى على المرضى المصابين بالسرطان أنه الأشخاص المؤمنين نتائجهم أفضل من الأشخاص الغير مؤمنين أو الملحدين أو غير ذلك. فنفس الشيء عندنا هنا بشكل عام، الأشخاص اللي عندهم قلق كبير وهم وحزن مناعتهم تكون ضعيفة، وهذا ممكن لما يأتي الفيروس أنه حتى يصيبه بشكل أكبر. فعساس ترفع مناعتك، أهم شيء عشان ترفع مناعتك ما هو الثوم ولا البصل ولا أي حاجة ثانية تذكر لك، أهم حاجة أنك تكون شخص مؤمن وتبعد عن الهم والحزن. هذا أهم عامل رئيسي ممكن تهتم فيه. إذن نبعد عن الهم والحزن ونتعايش مع الفيروس كواقع في حياتنا. طيب أنا تكيفت الآن وعشت، والآن أنا موجود في البيت مع أهلي طيب راح نكتشف أنه عندي وقت فراغ كبير. الفراغ وأنا ضعت عليه تظليل أخضر، لأنه في ناس ترى إيجابي وناس ترى سلبي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأنا في صحة وفراغ ولله الحمد. يعني لما كان العمل مجهد وانت تعمل في خارج أو في أوقات العمل كنت تقول ليت بس يكون عندي وقت، ولما كان عندك وقت تقول ليتني بس أرجع للشغل. إذا الإنسان دائما يعني يلوم الوقت، يلوم الناس، يعني ما يفكر بالشكل الإيجابي، بينما الفراغ يعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ونعرف أن قول الرسول هو يعني وحي يوحى، ففراغ نعمة من الله. أن يكون عندك فراغ في يومك هذه نعمة من الله. وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وكل هذه لازم نغتنمها، وهي موجودة الآن. ولاحظنا الآن نحن في يعني تقريبا ثلثين رمضان مشى بشكل سريع. ماذا عملت لآخرتك من عبادات، وأيضا ماذا عملت في الدنيا؟ هنا أساس نستغل الفراغ، وأساس يكون فعلا نعم بالنسبة لنا، نحتاج إلى جزء مهم وهو إدارة الوقت. وهنا هذا أكثر جزء ممكن أتكلم عنه صراحة، لأنه جزء مهم جدا مهم، وهو اللي يغير أسلوب حياتك، وهو اللي نفتقده بشكل كبير. متى ما أدرت وقتك بشكل جيد فأنت راح تستغل فراغك، وراح يصبح بالنسبة لك الموضوع هو نعمة. نسمع كثير عن دورات في إدارة الوقت جيد وجود الدورات هذه، لكن فعلا فعلا إدارة الوقت جدا مهم، وهو يعني مذكور في القرآن، هو أقسم الله في أكثر من موضع بالوقت، يعني وجود وأقسم بالضحى والليل، كل هذه الأوقات مهمة جدا، مهمة جدا في حياتك. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. أنت فترة حياتك محدودة، كل يوم يروح من يومك من حياتك. وحسب علماء التنمية البشرية وحسب العلماء بشكل عام، أنه أهم أسرار النجاح والتميز للأفراد والأمم، يعني لك كفرد وللأمة أيضا، هو أنه إدارة الوقت. وأنا أقولها يعني بصريح العبارة،
لو قارنا نفسنا بعدد من الدول أو قارنا الدول العربية بشكل عام مع دول غربية الغرب أو حتى دول الشرق ليسوا بأذكى منا صراحة. واللي ذهب هناك سواء للسياحة أو للعمل أو للدراسة يكتشف أنه إحنا مطلعين مثقفين نقرأ كثير، لكن عندنا نوع من أنواع الفوضى في الوقت ما يعني نعزز ذلك بشكل جيد. حتى من وقته يعني أداره في خلال الدراسة عندما يعود السعودية يتغير نمط حياته ويتغير إدارة الوقت، تجد الليل يعني النوم في الليل ولا في النهار وكل هذه تؤثر بشكل سلبي. وإن أردنا النجاح والتطور فلازم نكون شعب يدير وقته، واللي سبب اللي وصلنا له الآن نحن يعني في السعودية أو في عدد دول النجاحات هي بسبب إدارة الوقت. يعني أبائنا وأجدادنا كانوا ملتزمين بالوقت بشكل كبير جدا، يصحى في الساعة الفلانية، عنده في الوقت الفلاني الوقت الفلاني عمل، عنده كذا وكذا وكذا، روتين حياة منظم ودار بشكل دقيق، لذلك نجحوا. وأسباب وأكثر أسباب الفشل عندنا هي سوء إدارة الوقت في الوقت الحالي. مهما كنت ذكي، مهما كنت مبدع، مهما كان عندك من معلومات، عدم إدارة الوقت لن ينجح شخص. لو يطلع إنسان من هذه الأزمة بإدارة الوقت، أنا بالنسبة لي لكفى يعني. لو طلع يدير وقته، أنا متأكد أنه كفت هذه الأزمة واستغلها خير استغلال. أحد الأمثلة على إدارة الوقت وسوء إدارة الوقت يعني وجدناها عند انتقال أحيانا حتى التعليم مثلا من فيس تو فيس أو وجه لوجه إلى أو التعليم في الجامعات إلى التعليم الافتراضي. ويعني واجهتنا عدد من الناس يعاني أنه عندما تم انتقال التعليم الإلكتروني عدد من الجامعات للأسف محاضرة في الليل، محاضرة في الصباح، محاضرة في الويكند. من أعطى الحق لمدرس ولا عضو هيئة التدريس ولا أنه هذا 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 نوع من أنواع الفوضى في الوقت. أنا بالنسبة لي طبعاً جامعة إلكترونية يحسب لها أنه الثبات في أوقات المحاضرات، وهذا هذا صحيح، وهذا إساءة للتعليم الإلكتروني، هذا إساءة للتكنولوجيا والاجتماعات. حتى اجتماعات تجدها في ويكند اجتماعات، لا هذا جزء من الفوضى اللي احنا نعاني منها. لازم حتى وانا في البيت لازم يكون في وقت للعمل، لازم يكون في وقت للأسرة، حتى وانت في البيت لازم يكون في وقت للأسرة، لازم أهلك لهم وقت. والله وقت أنا وقت الفطور إلى العشاء مثلا ممكن أكون مع أهلي، لازم يكون في وقت للعائلة، وهذا أصلا مطلوب منك، وخيركم خيركم لأهله. وأيضا لو جينا بعد العشاء أو جينا مثل حضور هذه الدورات، إنسان جميل أنه يبحث عن الدورات في الوقت المتاح له. وأيضا لا يكون إنسان يعني لاحظت حتى في ناس حاول أنه يكون إيجابي لكنه تحولت هذه الإيجابية إلى سلبية. مثلا أحد الأشخاص أعرفه يعني يحضر دورتين ثلاث في نفس الوقت أو 20 دورة في اليوم، هذا غير منطقي. وهذا أيضا من الأشياء السيئة عندنا اللي هو سميه إكستريم أو شخص متشدد. أو لو جينا خلوا المحاضرات شخص يتابع أفلام ولا يتابع مسلسلات تجده يعني طول الوقت طبيعي. أي حاجة في الدنيا أنت تأخذها كيوم كامل وقت طويل طبيعي راح تأثر عليك بشكل سلبي. لازم يكون في تنوع في اليوم، أيضا لازم يكون في حركة. إيش يمنع وأنت داخل البيت تتحرك، تكلم، حط جزء من حياتك أنك تأخذ ساعة ساعتين. أنت تعودت تطلع، تعودت تقابلنا مع زملائك، يعقدوا اجتماعات، يعقدوا كلام يعني، وخلوا الكاميرا مفتوحة ممكن تتكلموا وتصرفون. كيف نفسك مع الواقع اللي أنت فيه، هم لازم يكيفوا نفسهم. فإذا أنت تقدر عن طريق التواصل مع الناس موجود مع التكنولوجيا، مشاهدة الفيديو موجودة، لكن كل شيء حط له وقت. نومك حدد وقت ساعة معينة وأن تصحى من النوم في ساعة معينة، لأن النوم أحد الأسباب اللي النوم غير المنتظم هذا أحد أسباب الكآبة، واحد أسباب الضيقة. رتب نومك، ضع الأولويات في حياتك وابدأ فيها ولا تبالغ، لا تصير يعني ما راح تصير في النهاية عالم في هذا الوقت، لكن إذا أدرت وقتك هذا كفى. احرص على الأولويات في حياتك.
طبعا نشكر الموجودين هنا طبعا لانه استغلوا الوقت ايضا في حضور ندوه لعل ان شاء الله نوفق انه تغير يعني شيء من حياه الانسان. لو رجعنا على انماط الحياه اللي ذكرناها اللي تغيرت وقلنا خلونا نكيفها في المستقبل القريب الان سنه سنتين يعني في ظل عدم وجود لقاح حوله، البقاء في المنزل لا اعتقد ان هناك اشكاليه في البقاء في المنزل متى ما تم استغلاله بشكل جيد. واقتنع الانسان انه انا الحمد لله في صحتي ونعمه، ولاحظنا كثير موجودين في المنزل يعني ربما يعني صحتهم صارت افضل من ناحيه عدم التعرض للناس، الحساسيه، الزكام، الانفلونزا اللي كنا نشاهدها بشكل كبير قلت بشكل كبير. في جوانب ايجابيه في بقائك في المنزل. العمل عن بعد، طبعا العمل عن بعد هذا اثر بشكل كبير حتى اصبحت عدد من الجهات تفكر ان تستمر حتى بعد الجائحه بالعمل عن بعد، لان وجدوا ان النتاجيه احيانا اكبر عن طريق العمل عن بعد. ايضا وفرت وقت ساعه ذهاب للعمل وساعه عوده من العمل، والضغط العصبي اللي نواجهه طبعا بسبب قياده السياره بالذهاب والعوده. فالان انت حافظت على صحتك اليوميه، وانا ارى انه يعني الدوام في الرياض يعني في بعض المدن الرئيسيه متعب صراحه نفسيا. التسوق الالكتروني، تقنين الخروج، والان اصبح الخروج فعلا لضروره، الضرورة القصوى، ولعل يكون عادة عندك إنه في المستقبل ولا تفكر بالخروج. كل ما تفكر خروج جالس في البيت يتعبك هذا التفكير. والمقاهي والمطاعم واتباع الغذاء الصحي، ربما كان في السابق وضعوا كربوهيدرات في المطاعم ويعني لا أعلم عن أثرها، لكن ما أعتقد هنالك أثر أكبر من وجود كورونا في الوقت الحالي ويؤثر يعني على المقاهي أو المطاعم وسلوك الناس وتجنب الأكل من الخارج. الكمامات والقفازات، طبعا جيد الإنسان يلبس كمامة هو خارج من ناحية الغبار، من ناحية الأتربة، من ناحية أيضا الفيروسات. التباعد الاجتماعي، وهذا جيد لعل يسمح لنا في المستقبل القريب أن يكون في نوع من احترام الطابور أو احترام الصفوف ونضع مسافة بينه وبين آخرين، ليس فقط عشان كورونا، حتى عشان الانفلونزا وحتى عشان أمراض أخرى. التباعد الاجتماعي شيء جيد جدا. غسل اليدين، وهذه ممارسة ممتازة جدا جدا جدا، ولعلها تكون عادة من عاداتك عند الدخول دائما للبيت، أنه أول حاجة تسويها أنك تغسل يدك بالماء والصابون وقبل الأكل وبعد الأكل، ويعني عند لمس أي شيء من الخارج أنه دائما تغسل يدك بالصابون، راح تكون بإذن الله عادة جيدة عندنا. تجنب التجمعات، وربما هذه تكون لها دور في الميزانية، لكن أيضا التجمعات الآن ممكن الحصول عليها عن طريق وسائل التواصل، لكن أنا أعرف أن التجمعات العائلية لها فقدة، زي ما يقول لها فقدة، يعني الإنسان يفقدها بشكل كبير، ويعني موضوعها صعب شوي، لكنها يعني الحمد لله الآن في التكنولوجيا نستطيع نتصل بأي شخص. فكنت صادق في كلامك، أنا والله اشتقت لفلان واشتقت، أتواصل معه، اعملوا يعني الحين متوفر اجتماعات، عدد من البرامج مجانية يستطيع الإنسان يتواصل مع أكثر من شخص، واجعلها عادة أنه تكون متواصلين. وأيضا حتى التجمعات الآن في ألعاب إلكترونية، تقول كلكم تحضرون مع بعض وتلعبون مع بعض، يعني حتى لو طلعنا أنه إنسان ما تبغى تأخذ دورات أو تتعلم ممكن أنه، وأنا ما أمانع بالنسبة لي أرى أنه التسلية جزء مهم في الحياة. السفر طبعا حاجة ثانية، ويعني إلى أن تفرج طبعا. الغذاء والرياضة، وهو من الأشياء المهم جدا استغلالها، لا تقول أنه أنا في شقة صغيرة ولا بيت صغير ولا ما عندي حوش ولا، الرياضة مو لازم أنك تكون في نادي، الرياضة أي ما تمشي فيه، أي مكان تتحرك فيه، في البيت تحرك لأي مكان، لو بتكلم أحد من زملائك، لو وانت تلعب وانت ماسك الجوال تقدر تتحرك، تقدر تمارس، وجعلها عادة. بالعكس هذا الشيء إيجابي. التقيد بالنادي هذه من الأشياء، من الأسوأ الأشياء، لأن التقيد بالنادي أنه ما يتمرن شخص، وهذا لاحظناه يعني بشكل كبير في بعض الناس
على الرغم انه ما شاء الله يروح كل يوم النادي، لكن ممكن عنده صحن في البيت يعجز انه يشيله ويوديه المطبخ. طبعا هو رياضي لكنه ما هو رياضي في البيت. لا، الرياضه في البيت اهم من الرياضه برا البيت صراحه. اذا ممكن نكيف حياتنا ونقدر نمارس جميع هذه بدون يعني ما ينقصها شيء صراحه. طيب، عند وجود لقاح او علاج باذن الله ايش ممكن يكون في تغيير؟ طبعا صعب جدا جدا التنبؤ بذلك، لكن لو جينا للمنزل ممكن في البدايه عند وجود العلاج واللقاح يبدا يصير في طفره، الناس تطلع وكرده فعل، لكن عندما معروف انه عندما يمر شيء 6 شهور تقريبا راح تكون عاده عند الناس، راح يرجعون يجلسون في البيت اكثر، وهذا المتوقع حتى وان سمحوا يعني بذلك. العمل عن بعد، الناس والشركات والمؤسسات راح تسعى حتى بعد كورونا تفعل العمل عن بعد احتياطا، وايضا لان الانتاجيه اصبحت اعلى، راح يتم الاعتماد على التكنولوجيا في جزء كبير من حياتنا، في التوصيل، في المطاعم، في المقاهي، في اي حاجه راح تكون تكنولوجيا ووصول شيء لك في البيت شيء اكبر، حتى في الموارد البشريه راح يتم الاستغناء عن عدد كبير من الناس، لان راح يشغل مكانهم بالروبوتات والاشياء هذه، لانه على اساس ما يتاثر، ما يكون عندك موظفين وميزانيات وكذا. فانت الان متى ما استغليت عملك في البيت وطورت من نفسك في البيت، يوم من الايام راح تكتشف نفسك في وقت اللي يكون كل شيء موجود في البيت انك انت تكون جاهز. فجهز نفسك لهذا الزمن اللي هو بيكون عملك وحياتك كلها تقريبا من البيت. فالان ربما الفيروس عجل من هذا الموضوع. بختم بالأسلوب الحياة الصحي. أسلوب الحياة الصحي، طبعاً نحن تكلمنا عن التغيرات في الجائحة والتغيرات بعد الجائحة وهو موضوع، لكن حبيت أختم بأسلوب الحياة الصحي كختام للمحاضرة، أنه كيف أنهج أسلوب حياة صحي. طبعاً عندك أول شيء لازم تسأل نفسك، أنا ليش موجود؟ من ناحية آخرة طبعاً أنا موجود لكي أعبد الله وأعمل والطاعات وغيره. وأيضاً من ناحية الدنيا، في أولويات في الحياة وعندك أحلام، عندك أهداف لازم تحققها. رتب أولوياتك، ضع أهدافك، وضع لها وقت، لا تكون كلها بتحققها في نفس الوقت، من بغى كل شيء ما حصل شيء. أيضاً عشان يكون عندك أسلوب حياة صحي، نشاط البدني احرص عليه، لأنه مع النشاط البدني دورك الدموية تكون ممتازة، تقلل نسبة إصابتك بأمراض القلب. كثرة الجلوس أو السمنة أو غيرها تؤثر على صحة القلب. فإحنا صحيح اهتمينا بصحة العقل والصحة الاجتماعية، لكن أيضا الصحة الجسدية جدا مهمة، والنشاط مهم لصحة القلب. التغذية، التغذية طبعا للصحة بشكل عام، صحة الجسد بشكل عام مهمة جدا. التغذية تحتاج عدد من الفيتامينات، تحتاج بروتينات، تحتاج كربوهيدرات، تحتاج إلى عدد من الأشياء تساعدك وتساعد صحتك بإذن الله. النوم واحد من أهم الأشياء اللي لازم نحرص عليها، أخذ كفايتك من النوم بشكل مناسب طبعا، يعني بين 6 و8 ساعات، يعني وثمان ساعات هو ستاندرد تقريبا العالمي انه الافضل، طبعا يختلف باختلاف العمر، لكن بشكل عام 8 ساعات واحد من الاشياء الممتازه جدا والمناسبه، لانه النوم السليم والنوم الصحيح يعطيك الجوده في الحياه. تنام 4 ساعات جودتك في الحياه ووضعك الصحي والعقلي ما يكون جيد. اذا عشان نحافظ على الصحه العقليه لازم ننام بشكل جيد. ستريس مانجمنت او اداره الضغوط، واحد من الاشياء المهمه انه زي ما ذكرنا انه الضغوط هذه نحاول نكيف نفسنا مع الوضع وندير الضغوط بشكل مناسب. وهناك طبعا دورات وهناك كلام كثير عن ستريس مانجمنت ممكن واحد يشوفه، واداره الضغوط كيف يديرها بشكل مناسب، لان هذه راح تسهم في صحه العقليه بشكل كبير. وختاما من الان بيهيفير هيلث والصحه
السلوكية والعقلية، إنه كيف تحافظ عليها صحتك العقلية. طبعا المدخن يبعد عن الدخان، لأن الدخان أول شيء مضر للصحة، وأيضا من يصيب كورونا وهو مدخن نسبة إنه يتدهور أكبر من غيره. ليس فقط كورونا، أي شخص مدخن يصيب مرض تنفسي أيا كان المرض غالبا يكون أسوأ من غيره. فهي فرصة للإقلاع عن التدخين في هذا الشهر الفضيل وتحسين صحتك على الدوام، وأيضا ابتعاد عن ما يضر صحتنا من مشروبات أو من أطعمة أو غيرها من سلوكيات خاطئة. أيضا على تنمية العقل وتنمية الممارسة وتنمية يعني السلوك الصحي، وإعطاء الأهل حقهم وإعطاء الأقارب حقهم، التواصل معهم والاجتماع بشكل يعني عن بعد يسهم في حياتنا. الوضع الاجتماعي جدا مهم، لا يعني عزلك في المنزل ابتعادك عن الناس، وجود الناس في حياتنا جدا مهم، لكن بيكون بشكل إيجابي طبعا، بشكل تحفيزي، بشكل رائع، بشكل مشاركة الأشياء الإيجابية والتغلب على الوضع الحادث الآن. وتذكر do it for life، يعني هذا خلي جزء من حياتك دائم، يعني لا تغير عشان كورونا، لا، بغير حياتي مدى الحياة. هذه فرصة، قد يوم الأيام نقول ليش استفدنا من هذا الفراغ اللي موجود عندنا الآن. أنت في نعمة لازم تستغلها، وعلى هذا هذه الأزمة فترة لك لتغيير حياتك. خلي أسلوب الحياة فرصة، فرصة كبيرة جدا جدا ربما لا تحصل عليها في المستقبل. يعني عندك شهور أنت متفرغ لتعديل أسلوبك الخاطئ في الحياة. الآن أنسب وقت، لا مواصلات تطلع وقتك، يعني حافظت ساعتين من اللي كانت مواصلات إلى 3 ساعات، بعض الناس 4 ساعات كان في الشارع يعني يقود سيارتك. الآن أصبح الوقت لك، غير أسلوبك. حتى إذا ابتعدنا أو راح الوباء تكون جاهز للحياة الجديدة بأسلوب جيد، وأسلوب يعني صح، حياة صحية يعني. ممكن الاستفادة، وضعت بعض المواقع مثل موقع وزارة الصحة، عندهم أسلوب حياة صحي موجود فيه عدد من النماذج متعلقة بالغذاء الصحي، إيش المطلوب وإيش تأكل بالتفصيل، أنواع الأغذية والفيتامينات والبروتينات والنشاط البدني وكم تحتاج كشخص، والتدخين وكيفية ابتعاد عنه والإقلاع عنه. أيضا وضعت لكم مركز يعني مركز أبحاث نمط الحياة والصحة تابع لجامعة الأميرة نورة، ويوجد لديهم إرشادات أكثر من 120 مصدر تعليمي في أنماط الحياة. وبعضكم اللي عنده مثلا سكري، عنده سمنة، عنده كبار سن، أو عنده دناء، أو مرأة حامل، أو أيا كان، راح يلقى إرشادات لكل فئة موجودة. يعني هذا جزء مهم جدا صراحة، يشكرون عليه، ومتابع بشكل مجاني، وهو مركز أبحاث نمط الحياة والصحة، أكثر 120 لكبار السن لصغار السن، جميع ما تحتاجه موجود بإذن الله. أيضا بالأمس صراحة جاء إعلان من وزارة الرياضة عن الإلكترونيك جيم، تمرن مع مدربين محترفين من مكانك، أصبح متاح التسجيل، يكون في متدربين تتدرب معهم بشكل مباشر، وهذه فرصة لمن يريد التمرن مع مدربين محترفين، أتاحتها وزارة الرياضة والتسجيل متاح للجميع، وأضفتها اليوم يعني حتى تكون فرصة للجميع. المصادر، وأختم بشكر الجميع للحضور، ويعني نتمنى أن وصلنا المعلومة. وما لدي أسئلة، ربما هذا الوقت المناسب لطرح الأسئلة. أشكركم جميعا لحضوركم. ربما نتيح الفرصة لكتابة الأسئلة.
الآن أصبح الشاتنج مفتوح. طبعاً السؤال، هل صحيح التواجد في المنزل فترات طويلة قد تؤثر على المناعة سلبياً؟ طبعاً هذا موضوع غير صحيح. أهم حاجة للمناعة هو عدم الهم والقلق والحزن. الحياة الطبيعية هي المناعة الحقيقية. ما تتأثر المناعة بوجودك في البيت ولا برا البيت، بل ربما برا البيت تتعرض لعوامل أخرى وضغوط نفسية أكثر، وجودك في البيت أفضل للمناعة. طيب سؤال لم ترد عليه، هل هناك نجم سيسقط على الأرض وسيزول هذا الوباء؟ هذه افتراضات غير موجودة ولا يوجد لها أدلة، فأي شيء بدون دليل أو تنبؤات هو يعني ما له مصدر علمي حقيقي يعتبر خرافة. سمعت وتعافي من الوباء قريب بإذن الله مع استمرار وجود المرض، ولكن ترجع الحياة طبيعية قريبا. أنا أقدر أقول لا يوجد أحد في الدنيا وأتحدى يعطي وقت محدد لانتهاء الوباء، لا يوجد. في ظل عدم وجود لقاح أو علاج، لا يوجد لحد الآن أي مؤشر أو بادرة، بل حتى الدول التي يعني صفرت العداد زي ما يقولوا، مثل كوريا الجنوبية والصين، عادت فيها الحالات. ما دام المرض لا يوجد لقاح أو علاج وانتشر في العالم وأصبح وباء، من الصعب جدا. وربما هناك بعض الروايات أنه قد يحدث في طفرة وتخف حدته، ربما، لكن هذا احتمال ضعيف مثل ما حدث مع السارس. لكن الآن انتشاره أكبر بين الدول، وقد يحدث في دولة ولا يحدث في أخرى. مع من يعاني مرض مزمن يأخذ علاج تضبط المناعة. طبعا أنا أنصح، يعني ربما تكون هذا المحاضرة متعلقة باللايف ستايل، وصعب أني أشرح موضوع زي كذا، أنه الأمراض، الأصحاب اللي عندهم أمراض مزمنة ويعانون ويأخذون علاجات، من أنا أعرف أنه هذا الشيء أنه نسبة الإصابة تكون ممكن يعني يكون عندهم الخوف أكبر والهم أكبر. لكن هناك مراكز استشارات أنا أنصح فيها صراحة، إنه مراكز استشارات للصحة النفسية، وليس عيب، وكلنا نعاني، يعني ما في إشكالية إذا كنا نعاني من أي ظرف في حياتنا أو صحة أو شيء يؤثر على حياتنا، إن نتواصل مع مركز تعزيز الصحة، مع في عدد من المراكز شيء مجاني وشيء غير مجاني، وحتى وزارة الصحة توفر ذلك، فممكن الإنسان يتواصل مع 7 أو مركز تعزيز الصحة، أو ويسأل إنه أنا أحتاج شخص أو طبيب نفسي أو يعطيني عن كيف يساعدني ذلك، لأنه هو صراحة أحد معلومة ربما أفضل مني وأكثر مني، وربما حتى لو بذكر الآن إجابة ما تكون الوقت مناسب، لكن دائم كن إيجابي في جميع حياتك، بل أشخاص مطابين، يعني ربما أعطي يعني أسوأ ناس يعانون من ناحية المناعة ربما هم اللي عندهم يعني مصابين بالسرطان، الله يشفيهم ويعافيهم. كل ما كان إيجابي وكل ما كان متفائل، أثبتت دراساتنا نتائجه أفضل من غيره. فأنت خل عندك الإيمان في الله، يعني كل ما كان إيمانك أكبر بالله ولن يصيبك إلا ما كتب الله لك، لكن مع فعل الأسباب طبعا، لا يعني الإنسان يطلع في الشارع ويروح يختلط مع الناس ويقول لن يصيبني إلا ما كتب الله لنا. فمتى ما فعلت الأسباب وإيمانك بالله قوي، بإذن الله ما تشيل الهم، تكون دائما إيجابي ولا تدع هذا الشيء يكون حجر، يعني حجر أمامي. طيب هل ممكن اقتراح سياسات صحية للمستقبل؟ الموضوع بعض الأسئلة صعب أني أنا أجاوب، لأنه ما هي يمكن خارج إطار المحاضرة، فراح أجاوب على أسئلة تكون في إطار المحاضرة.
طبعا بلا شك التكيف زي ما ذكر أخوي فيصل أنه إشكالية عدم تصابح الأفراد مع التغيير المفاجئ ويحتاجون وقت التكيف إذا ما أرادوا التقدم. طبعا زي ما ذكرنا المرحلة الأولى لأي تغيير في الحياة دائما يأخذ 3 شهور والمرحلة الثانية تأخذ 6 شهور. الآن إحنا قربنا من 3 شهور وهي اللي هي بداية أنه يتحول الموضوع إلى قصة نجاح في تغيير عادة معينة، وبعد 6 شهور يصبح عادة عندنا أنه تكون بشكل دائم بإذن الله، ربما يتغير نمط وأسلوب حياتنا. فإذا تجاوزت 3 شهور الأولى، دائما يسمونها 3 شهور الأولى الصعبة، بعد كذا أنت قادر في 3 شهور اللي بعدها بحيث تكون هذه يعني دائمة في حياتك. هل ممكن يكون في الجامعة مبادرات خصوص جائحة كورونا؟ أعتقد الجامعة قدمت مبادرات عديدة وقدمت محاضرات عديدة في جائحة كورونا في مختلف المجالات، ويعني كانت من المبادرين في ذلك، وذكروا صراحة يعني يعني سواء علمية في مجالها وأيضا في غيرها، وهذا يحسب للجامعة تنوع يعني وتأثير التكنولوجيا وتأثير العبادات ويعني زملاء وزميلات في محاضرات الأيام الماضية، وهذا لما يقول خارج الصندوق يعني، وهو ما نحتاجه صراحة، ربما يعني تعبنا من كثر المحاضرات اللي في لب كورونا كورونا كورونا. طبعا احنا نبغى شيء يكيفنا مع كورونا، المحيط اللي احنا فيه واللي احنا عايشينه يلمس واقعنا وحياتنا. هل فكرة ان المرض لازم يصيب اكثر من السكان؟ طيب الارض اللي يصبح وباء يمكن تعايش معه بشكل طبيعي بدون حجر وتباعد اجتماعي، هل صحيح؟ لا اعلم، احنا قيلت. طيب معنى هذا شوي له علاقة بكورونا اكثر من شيء ثاني، اللي ما تسمى بقطاع يعني مناعة القطيع. مناعة القطيع هي لي في حال وجود لقاح وليس في حال وجود مرض. يعني إذا وجد عندي لقاح أنا لازم أطعم عدد محدد من الناس ولها معادلة تحسب فيها، وإذا طعمت هذه الناس أنا يكون عندي مناعة القطيع. لكن تطبيقها على مرض بمعنى أني أقتل الناس وأجرم فيهم وأضع فيهم أمراض والأوبئة حتى يكون عندهم مناعة، هذا شيء غير مقبول. ربما كان موجود في السابق يعني قبل مئات السنوات لما يجي الطاعون ولا يجي أمراض وفي ناس تكتسب مناعة بسبب أنه هذه القرية الصغيرة أصيبت بمرض لذلك لا يخرج منها أحد ولا يدخلها أحد، فهذه تطبق. لكن هذا كوقت مجتمعات صغيرة، فيأتي المرض ويقتل نص المجتمع، يقتل 70% من المجتمع. في الوقت الحاضر هذا الأمر غير مقبول وغير أخلاقي، وأيضا صعب جدا. الأرض الآن فيها نتكلم عن 7 مليار تقريبا، ولو تدخلت ونظرت كم عدد المصابين بكورونا يعني 3 إلى 4 مليون، ولو افترضنا أنه ممكن في أكثر خلينا نقول 5، في 3 شهور وصلنا 5 مليون. كم تحتاج عشان توصل إلى أساس؟ طبعا المعادلة تقول على أساس أنك تكون عندك مناعة انت هي 1 ناقص 1 تقسيم ار نوت. الار نوت حق الكورونا تقريبا 3، فيعني 1 ناقص 3 يساوي 70% او يعني 66%. نقول 60-70% من سكان الارض يحتاج يكونون عندهم مناعه، والحد الان اصلا لم يثبت يعني انه مده المناعه. احنا نعرف انه اكثر الامراض تعطي مناعه الى 6 شهور، قد تعطي الى سنه، قد تعطي الى 2. بالنسبة للسارس والميرس يعطون إلى 1 أو 2 مناعة، بعد كده ممكن تصاب. بإذن الله لعل يعني هذه المحاضرة تغير يعني يعني في الوقت كورونا بياخذ بريك مثلا. طيب يعني باذن الله انه هذا الشهر الفضيل ندعي انه الله يزيل هذا الوباء عنا، وفي نفس الوقت انه ندعي انه نستغل اوقاتنا ونستفيد منها خير فائده وتكون مصدر لتغيير حياتنا، وانه يعني ابتعدنا عن يعني عن الله يمكن كثيرا بعض الناس
وربما ابتعدنا عن أهل بشكل كبير خلال العمل السابق قبل كورونا. لعل هذه فرصة التقرب إلى الله، لعل هذه فرصة للقرب إلى الأهل، لعل هذه فرصة للاهتمام وتذكر الإنسان بنفسه، لا يعني ينتظر إلى أن يهرب بعد يقول كذا أنه توليتني التفت لنفسي. كثير ما نسمعها، ألا ليت الشباب يعود يوما. طيب أنت الآن في شبابك، ليش أتستغل هذا الشباب خير استغلال؟ طبعا الشباب لا يعني السفر والذهاب والعودة وممتعات الحياة والرفاهية جزء مهم، لكن لا ليس كل شيء. فجيد إنسان يهتم بحياته، ولعلها مصدر تغيير، ولعل هذه الجائحة أنه إنسان ما يأخذها بشكل سلبي يأخذها بشكل إيجابي. فمتى ما خليت الأمور السلبية إيجابية سواء كورونا أو غير كورونا، أي شيء يصيبك دائما حاول تخليه إيجابي. وهذه قاعدة طبعا تأخذها وأت الجميع يأخذ فيها، أي شيء سلبي في حياتك دائما حاول يكون إيجابي في حياتك. لا تأخذ زي ما يقول الكاس في الكاس المليان، نص الكاس المليان نص الفاضي. لا تنظر دائما بشكل سلبي، انظر بشكل إيجابي، حاول تقلب الأمور اللي يكون فيها تراها شر لكنها في باطنها خير. فمثل ما كورونا في شر لكن أيضا في خير، وذكرنا إنه الفراغ وهو نعمة من الله الإنسان يستغله خير استغلال. فدائما حاول سواء في كورونا أو غير كورونا، أو أن صبت بأي وباء أو بأي مرض أو أي ابتلاء، هذه فرصة لك للرجوع لإعادة حساباتك، لإعادة يعني رؤية وضعك الحالي والصحي، وكيف أنت في النهاية هذه مرحلة قصيرة من حياتك، وهي ليست الحياة الأبدية، والحياة الأبدية بتكون بإذن الله في الآخرة. فالإنسان من الجيد أنه يتعرض مثل هذه الأمور حتى يستذكر ذلك. وكثير منا عاد وفكر بشكل وبآخر، وهناك من استفاد وهناك من يستفيد، لكن لعل بإذن الله التغيير جيد وجذري، وإنسان تكون يعني نسعى دائما. وهذه المحاضرة طبعا نسعى أن تكون ناس إيجابية أكثر من تكون سلبية، لأن هناك جانب إيجابي مغيب للأسف، التركيز كله على الجانب السلبي، لكن هنا ركزنا على الجانب الإيجابي وهو ما نسعى له. أشكركم جميعا على الحضور، والله يتقبل منكم الصيام والقيام. وأشكر الجامعة أيضا على إتاحة الفرصة، والدكتور شيمة والدكتور هيا وجميع العاملين في الجامعة والجميع الحضور. السلام عليكم ورحمة الله.